عليكم السلام دكتورة. هلا، يعني راح نبلش إن شاء الله نعطي محاضرة لأن الساعة بثمانية وخمسة يمي، لو غلط أنا غلط ساعتي. أكثر شوية. تمام ثمان دقائق هسه حاليا. تمام، قريتوا المحاضرة بالأحرى، سمعتوها وشفتوا أنا دزيت لكم الباوربوينت مالتها، أوكي؟ فإذا قريتوا المحاضرة السابقة يبقى إذا عندكم أي سؤال إن شاء الله من أخلص هاي المحاضرة، السؤال اللي يعني أحد عنده سؤال أنا حاضر أجاوب، أوكي؟ وإذا ما عندكم وسمعتوها وفهمتوها فماكو إشكال. اليوم محاضرتنا إن شاء الله راح تكون عن الإيمونولوجيكال تولرنس أند أوتو إميونيتي. أول شيء نعرف التولرنس. تولرنس يعني أنه مثل بالضبط ما أني دا أتحمل فتشي، أوكي؟ فشي اني اتحمله في اللي هو يفترض انه اني ما اتحمله، اوكي؟ فجهاز المناعه يتحمل السيلف تيشو انتيجين اللي هي كل الانتيجينات اللي موجوده على الخلايا، على السيلز، على التيشوز، على الاورجنز، ماي اون تيشوز، ماي اون اورجنز، ماي اون سيلز، كلها عليها انتيجينز، تمام؟ هذه الانتيجين والدليل على انه هي بها انتيجينز انه من اسوي مثلا تيشو ترانسبلانت، انقل مثلا كلى من عندي الى شخص اخر، ولازم يكون طبعا اتش ال اي مالتي يعني متطابق، مثلا هو اخويا ابني يعني وات ايفر، المهم يكون الاتش ال اي مالتنا يكون متطابق، فاحول مثلا جزء من التشو مالتي او الاورجن احوله لشخص اخر، هذا يصير بهالحاله تشو ترانسبلانت زين او اورجن ترانسبلانت. هذا الانتيجين اللي موجود على جسمي، اوكي، من يدخل الى جسم غريب راح الجسم الغريب هذا الجسم الثاني راح يتحسس له، تمام؟ هذا يعتبر كاميون ريسبونس، تمام؟ اذا ما تحسس له معناته اميون تولرنس. هسه نجي نشرح شنو معناته الاميون تولرنس. يقول اور اون بوديز برودوس اوفر 100,000 ديفرنت بروتينز اللي هي سيلف انتيجينز، يعني بمعنى انه كل سيل وكل تشو وكل اورجن موجود بجسمي اكو على السيرفس مالته انتيجينز، هذه هي نسميها سيلف انتيجينز واعدادها كثيره جدا. هذه الحقيقه احتاروا بها علماء المناعه انه شلون ممكن للاميونتي انه ما تتحسس لهاي الانتيجين. هسه انا اقول انا عندي سيلف انتيجين زين، شلون عاد جهاز المناعه ما يتحسس لها في حين اني فورن انتيجين، اني انترودر، إذا دخل فيروس، إذا دخل باراسايت، إذا دخل فنغس، إذا دخلت بكتيريا، إذا دخل يعني سبيسيفيك أورجان مثلا، إذا سويت أورجان ترانسبلانت، تشو ترانسبلانت، لا شلون جهاز المناعة يتحسس لها؟ هذا هو ما نسميه بالإميون تولرنس. إذا نرجع نقول أنه إحنا عندنا أور أون بودي برودوس أوفر 100,000 of different proteins اللي تعتبر self antigens. And one of the long-standing mysteries of immunology is to understand how this immune system responds against foreign antigens, اللي هي pathogens, while at the same time avoiding reacting with the self antigen. ماكو اي immune response تجاه الانتيجينات اللي موجوده بداخل جسمي، ليش؟ لان هسه راح نعرف شنو معناته الاميون تولرانس. فالاميون تولرانس انه اكو واحد يتحمل شيء غريب ولكن ما يعتبره غريب. Describe a state of unresponsiveness. انه ماكو اي تفاعل، ماكو اي exaggeration، ماكو اي response toward these antigens. فهو the unresponsiveness of the immune system, my immune system, to the substances or tissues that have the capacity to elicit an immune response in a foreign body. بمعنى انه مثل ما قلت لكم اذا اني شلت هذا الاورجن من جسمي وانطيته لشخص اخر، وحتى وان كان عندي اتش ال اي كومباتيبلتي، هو واحد من اقاربي واحنا الاتش ال اي مالتنا متشابه، لكن ممكن يصير عنده ريجكشن. الريجكشن هو عباره عن اميون ريسبونس، تمام؟ في حين في بعض الاحيان لا ما يصير اي اميون ريسبونس، واني من كان العضو بداخلي ماكو اي اميون ريسبونس، اني عايشه بشكل طبيعي وماكو عندي اي مشاكل بالاميونتي. فهذا هو نسميه الاميون تولرنس، معناته ماي اميون سيستم كان توليريت ماي اون سيلف تيشو انتيجينز. اوكي، ان كونتراست وذ ذا كونفنشنال اميون ميديتد اليمينيشن
of the foreign antigen. إذن هو يختلف عن يعني الإميون تولرانس يختلف عن الإميون ريسبونس اللي هو يعتبر أنتيجين راح يدخل إلى داخل جسمي any foreign material تدخل إلى داخل الجسم وبالنتيجة الإميون سيستم راح يتحفز ويبدي يهاجم هذا الأنتيجين ويقضي عليه في حين الأنتيجينات مال جسمي الإميون سيستم ما راح يهاجمها ولا راح يصير أي قضاء عليها. فالتولرانس بالحقيقة refer to the specific immunological reactivity يعني الإميون سيستم عارف وش دي يسوي specific immunological non-reactivity ما دي يصير بي reaction okay ما دي يصير بي يعني أي response نتيجة ل specific immunological non-reactivity عارف وش دي يسوي to an antigen gene اللي هو myself antigen okay resulting from previous exposure to the same antigen بمعنى أنه هذا جهاز مناعة شاف هذا الأنتيجين مسبقا شو وقت شافه قبل لا يصير maturation بالإميون سيستم من كان من يعني من كان الإنسان بعده بال يعني برحم أمه فبالنتيجة يكون الإميون سيستم بعده لحد الآن مو ماتشور ما يعرف الأنتيجينات ذاك الوقت يكون جهاز المناعة مالته ده يبدي يتعرف على الأنتيجينات الخاصة به أوكي فلذلك يصير education للتي لمفوسايت طبعا منه العناصر أو الخلايا المهمة المناعية اللي إلها علاقة وتأخذ على عاتقها الإميون تولرانس اللي هي تي والبي لمفوسايت اللي هي تقع على عاتقها specific immune response تمام لأن التي لمفوسايت اللي تقوم بتحفيز كل الخلايا المناعية والبي لمفوسايت اللي تفرز الأنتيبادي مثل ما عرفتوا أنتيبادي إحنا عندنا كثير أنواع اللي هي الـ IgG والـ IgM والـ IgA والـ IgD هواي عندنا أنتيباديز فبالنتيجة هي تتحفز نتيجة لتحفز البي لمفوسايت اللي هي تحفز بقية الخلايا المناعية إذن ناتج هذا الإميون تولرانس عن الـ previous exposure to the same antigen اللي هو myself tissue antigen اللي صار عندي أثناء maturation of the immune system while the most important form of tolerance is the non-reactivity to the self antigen اللي هذا اتفقنا عليه self antigen ماكو أي reactivity ضده it is possible to induce tolerance to a non-self antigen فهل أني أقدر أسوي tolerance للـ non-self antigen يعني أجيب antigen من برا الجسم وأجيب أدخله بداخل الجسم المريض وأقول له الجهاز مناعة أجبر الجهاز مناعة أنه ما يتفاعل ضده نعم هذا يسموه induction of tolerance تمام طبعا هذه بها شروط والtype of antigen اللي أني أسوي له induction of tolerance يكون بمواصفات خاصة هسه بعد راح نعرفها. So when antigen induces tolerance, it is termed tolerogene. إذن اسمه مو antigen يتحول إلى tolerogene because it can induce tolerance in my body. So the tolerance, هل هي تشبه الإميونوديفيشنسي؟ هل تشبه الإميون سبريشن؟ يعني شنو معناته الإميون ديفيشنسي أو الإميون سبريشن؟ معناته أنه البيشنت عنده مثلاً AIDS. أوكي؟ هذا عنده إميونوديفيشنسي. يعني الإميون سيستم مالته impaired معناته بدا يشتغل بشكل صح تمام هذا immune deficiency يبقى الإميون suppression هاي شو وقت من ياخذون من يبدون ينقلون للبيشنت مثلا organ ينقلون تشو فشي يسوون ينضون immunosuppressive drugs ليش تقلل الإميونيتي على مود لا المناعة تهاجم هذا الجسم الغريب أو التشو الغريب أو الأورجان الغريب فهل الإميون تولرانس تشبه ذولا أبدا الإميون تولرانس إحنا قلنا عليها specific unresponsiveness to the self tissue antigen واللي هي تختلف تماما عن الإميون suppression من أخذ immunosuppressive drugs والإميون deficiency الصوت ده يقطع يا شباب سمر أنت ده تقولين الصوت ده يقطع أنا صوت يعني ما أعرف ما عندي إيش مشاكل به أي دكتورة شو ده يقطع ممكن النت يعني maybe بس أنا ما عاد بي شيء يمكن دسم عن وصاوي يصلي إن هذا شو اسمه مال الكاميرات مالتي خربان يمكن يمنع النقاي احتمال لأن أنا إذا أسمع صوتك بشكل واضح تمام إذا مثل ما قلنا الإميون تولرانس تختلف عن الإميون سبريشن وتختلف عن الإميون ديفيشنسي لأن هي تعتبر أكتف أنتيجين ديبندنت بروسيس تعرف الأنتيجين وما تتعرف عليه خلصنا فإذا هو عبارة عن فد هارموني بين الانتيجين مال الجسم وبين الاميون سيستم. So the tolerance is a specific
like the immune response. مثل ما immune response specific ويروح يقتل الانتيجين specifically ويختار للتولز المناسبة على مود يقتله ويتخلص من عنده. So, أيضا immune tolerance أيضا تعتبر specific وأيضا عندها immunological memory تتذكر هذا الانتيجين باستمرار، لكن إذا بطلت تتذكره رح يصير عندي مشكلة. تمام؟ معناته راح تنقطع هذه التولرنس وراح يصير عندي pathological disease وتصير عندي مشاكل الاوتو اميونيتي. زين يبقى احنا ايش قلنا؟ منو اللي مسؤول عن هالاميون تولرنس؟ مسؤوله عنها السبيسيفيك اميون ريسبونس ميديتد باي تي اند بي لمفوسايت. طبعا التي لمفوسايت يا جماعه هي المين سيل بالسبيسيفيك اميون ريسبونس، هي المسؤوله عن عمليه قلنا الاكتيفيشن اوف ديفرنت اميون سيلز، activation of innate immunity, activation of specific immunity, تشغل الماكروفيجز، تشغل الناتشرال كيلر سيلز، تشغل البي لمفوسايت، يعني هي اللي تقوم بكل هذه التنظيم عمليه المناعه بداخل الجسم. اذا التولرنس منو مسؤول عنها؟ التي والبي لمفوسايت. لكن التولرنس على التي سيل ليفل اذا هي اللي احنا حفزناها او هي اللي تحفزت واخذت على عاتقها موضوع التولرنس فراح تكون لونج ستاندينج و long lasting وتكون more potent than tolerance اللي تكون at the B cell level. تمام؟ لأن ال B cell level احتمال ال T lymphocyte تشجعها بعدين وتفرز antibodies وراح تنكسر هذه tolerance. لحد الآن يا شباب مفهوم شنو معناته ال immune tolerance؟ أي سؤال؟ السؤال سؤال سريع بس شوي يعني خربطت، يعني هو التوليرانس يعني انه ما راح يصير اي انفلاميشن او تفاعل يعني من الجسم، صح؟ صح ما راح يصير ريجكشن للانتيجين اللي هو من يعني مثلا نقول اي يعني مثلا نقول مثلا المناعه او اللي ناخذها مثلا من اللقاح او كذا مو احنا ما راح يصير مثلا التهاب او كذا، فهو يجي يعني قصدك انه التوليرانس؟ لا بالضبط، خل اشبه لك اياها شلون اني اكره فد واحد بس اجرعه، عرفت شلون؟ هالشكل الانتيجين مال اجسامنا، احنا مو قلنا على اجسامنا اكو على كل الخلايا على كل التشو على كل الاعضاء اكو انتيجين، والدليل انه اني من اسوي تبرع زين مثلا الكيدني مالتي لاي شخص اخر احتمال يسوي لها ريجكشن، اذا اكو انتيجين ولا لا؟ اي صحيح اكو انتيجين، لكن جهاز المناعه مالتي ما يشوف هذا الانتيجين، ليش؟ ما هو تعود عليه من قبل ما يصير ماتشور زين، من كان الطفل يعني بعد طفل بداخل الرحم يكون الاميون سيستم مالته يكون نون ماتشور، فتبدي الخلايا التي والبي لمفوسايت تبدي تدخل للسنترال تيشو او سنترال اورجانس اللي هي ليمفويد اورجانس وتبدي تتعلم ما تتعرف على السيل انتيجين سيلف انتيجين، اذا تعرفت عليه راح يصير يعني يصير بها ديليشن راح تبدي يتخلص من عندها الجسم. تمام؟ فإنه جهاز المناعة ما راح يتحفز للأنتيجينات اللي تخص جسمي، فلذلك أنا عايشة بشكل طبيعي. تمام؟ أنا الكيلو مال أنتيجين بس جسمي ما يتحسس لها، جهاز المناعة ما يشتغل عليها. تمام؟ التشو مالتي السكين مالتي هو عبارة عن أنتيجين بالنسبة لشخص آخر لكن جهاز المناعة مالتي ما يتحسس، فلذلك نسميها إميون تولرانس. تمام؟ هسه صارت الفكره واضحه؟ يعني انه يعني هو جهاز مناعه تعرف ما يشتغل يعني على الانتيجينات مالتي بالضبط، يعني هو عرفها تعرف عليها انه يعني هذه من العائله بالضبط، يعني هذول عمامه فلهذا ما يشتغل عليهم. اوكي؟ اوكي دكتور شكرا. دكتور بس سؤال. نعم. احنا هسه مو قلنا الخلايا اللي مسؤوله عن التولرنس هي تي سيلز والبي سيلز. والبي سيلز، نعم. التي سيلز هي الاساسيه حتكون. واللي تحفزهم كلهم هيجي والبي سيل بناء على الانتي بودي، زين انه يعني حتى نكون مور سبيسيفيك لازم نقول خلايا تي سيل والبلازما سيل لو هي البي سيل بشكل عام. هو البي سيل بي سيل من يصير بها اكتيفيشن تتحول الى بلازما سيل، عرفتي شلون؟ من يصير بها اكتيفيشن بس هي بي سيل خلاص، وجايبه اسمها منين؟ التي لمفوسايت جايبه اسمها من الثايموس لان يصير ماتوريشن مالته بالثايموس خلاص اللي هو سبيسيفيك يعني او سنترال يعني اورجان، لكن البي سيل وين يصير بها؟ بالبون مارو يصير بها ماتوريشن، فاحنا جايبين اسماء التي سيل والبي سيل من الجهاز او التشو اللي يصير بها ماتوريشن هذه الخلايا. تمام؟
بس نجي على التولرنس، نقدر نسوي لها كلاسيفيكيشن يعني تقريبا هو عندنا نوعين من التولرنس، عندنا سنترال تولرنس وعندري البيريفرال تولرنس. السنترال تولرنس هذه تصير بالثايموس والبون مارو اللي هي منيه اللي هي البرايمري لينفويد اورجانس اللي بيها تتعلم الخلايا المناعيه شلون ما تتعرف على السيلف تشو انتيجين، شلون يصير بيها تولرنس، شلون تتحملها، شلون ما تشوفها وما تتحفز ضدها. تمام، هذه سنترال تولرنس، فهذه اوكر ديورينج ليمفوسايت ديفلوبمنت، بعدها لحد الان هي ما صايره سبيسيفيك، زين ما صايره ماتشور. فمن تصير بها ديفلوبمنت تبدي تتحمل هذه الانتيجينات مال الجسم ويصير بها تولرنس، ف يعني بهالحاله يكون عندي سنترال تولرنس. تمام، هذه يصير بالثايموس وبالبون مارو. يبقى شنو هي البيريفيرال تولرنس؟ من تطلع هذه الخلايا الليمفاويه سواء التي ليمفوسايت طلعت لي من الثايموس وطلعت لي ماتشور، او البي ليمفوسايت طلعت لي من البون مارو وطلعت لي ماتشور، من تطلع من هاي الاعضاء راح تروح تتوزع الى الليمف نود وتروح للسكندري ليمفويد اورجانس وتتطشر بكل مكان. خلاص، هذه من تبدي تنتشر هذه الخلايا تي والبي ليمفوسايت، هذاك الوقت راح تبدي تشتغل البيريفرال تولرانس، فتبدي تشتغل بالليمف نود بالسكندري ليمفويد اورجان. هذه بالضبط همينه اذا اكو خلايا تي ليمفوسايت راح تبدي تتحسس السيلف تشو انتيجين بالبريفرال تولرانس او بالسكندري ليمفويد اورجانس، هم راح يتم قتلها وتبقى فقط الخلايا تي والبي ليمفوسايت اللي ما تتعرف على السيلف تشو انتيجين واللي عندها تولرانس تتحملها. تمام، السيلف تولرانس بهالحاله is the main way for the immune system to learn how does discriminate between self and non self. تمام، اذا هو ده يقدر يفرق بين السيلف انتيجين وبين النون سيلف انتيجين. اذا دخل جسم غريب او انترودر بكتيريا فيروس وات ايفر يعني تشو جديد مباشره راح يتحفز له ويبدي هاجمه جهاز مناعه اللي نحشي عليه. لكن بالنسبه للسيلف تشو انتيجين ماكو اي رياكتيفيتي، فبهالحاله بالسنترال تولرنس راح يبدي يتعرف ويقدر يفرق بين السيلف انتيجين والنون سيلف انتيجين. البيريفيرال تولرنس هي ايضا مهمه لان تعتبر هي المفتاح الرئيسي الكي for preventing the overreactivity of the immune system against various environmental entities اللي هي الالرجينز، الجت مايكروبس وغيرها من انواع المايكروبس او من انواع الانتيجينز. فبالنتيجه هي راح تقلل، ما تخلي الاميون سيستم يصير بي اكزاجريشن، لان اذا صار بي اكزاجريشن لا راح يصير مشكله انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن وديستركشن وممكن يسوي ديزيز. تمام، فاذا عندي السنترال تولرنس هي اللي تخلي الخلايا تي والبي ليمفوسايت ورمي يصير بها ماتشوريشن تتعرف على الانتيجينات الغريبه وما تتعرف على السيلف تشو انتيجين ويصير بها تولرنس. من تطلع الى السكندري ليمفويد اورجانس وتنتشر، لان يعني احنا نعرف انه التي والبي ليمفوسايت وكل الخلايا المناعيه موجوده بكل انحاء الانسجه اللي ممكن انه تنتج لي الخلايا المناعيه. تمام، فنسميها البيريفرال تولرنس، هي هاي تخلي المناعه تكون مناعة يعني نقول restricted، ما يصير بيها exaggeration على مود لا يصير عندي tissue destruction، يصير عندي مشاكل inflammatory disease أو chronic inflammation وممكن تؤدي إلى disease formation. الديفكت بالcentral والperiphral tolerance also cause شنو قلنا autoimmune disease، معناته أمراض مناعية، معناته جهاز المناعة رح يبدي يضرب الأنتيجينات مالتي، يبدي يضرب التشو مالتي، يبدي يضرب المفاصل مالتي، يبدي يضرب عضلة القلب، يبدي يضرب الكيدنيز البيسمنت ممبرين، فهذا يسموه اوتو اميون ديزيز. ليش؟ لان جهاز المناعه اختل بعد ما قام يعرف انه هذا انتيجين غريب لو انتيجين مال الجسم نفسه، فتبدي تصير الامراض المناعيه الاوتو اميون ديزيز. والاوتو اميون ديزيز مشكله عويصه، لان هي في يعني في كثير من الاحيان البني ادم عايش بشكل طبيعي والاميونتي ما تعدله وما عنده مشكله، زين على غفله بدت المناعه مالته تتكون مثلا اوتو انتي بودي، بدت السيلز التي ليمفوسايت تضرب تشو معين وبدت تسوي ديستركشن وتبدي تسوي ديبليتينج ديزيزز. هذه هي السنترال تولرانس، تلاحظون هنا هذه الليمفوسايت بريكرسر، يعني بعدها هذه ما متخصصه، فتبدي الليمفوسايت تتحول الى انواع
مختلفه من الليمفوسايت. احنا عندنا تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2 والسيتوتوكسيك والسبريسر والريجوليتر كم عندي انواع من الليمفوسايت. هذا احنا وين بدنا نحكي؟ بدنا نحكي بالبرايمري ليمفويد اورجان، بدنا نحكي على الثايموس، لان بدنا نحكي على التي ليمفوسايت بدنا نحكي على الثايموس، تمام؟ فهذه تشوفوها هنا عندها ريسبترات. هذه الريسبترات اذا تعرفت على السيلف انتيجين ايش راح يصير بيها؟ هذا سيلف انتيجين تعرفت عليه معناته راح يصير رياكشن، فش تقوم تجي الماكروفيج مباشره تاكلها تفلشها هاي الخلايا. من تبقى الخلايا تي ليمفوسايت ورا ما يصير بها ماتوريشن اللي هي ما تتعرف على السيلف انتيجين كفورين انتيجين، ما ترتبط بالريسبترات مالتها، فهذا يصير ماتوريشن مال هاي المجاميع الكلونز، مجاميع معناته مال الخلايا اللي هي نوت سبيسيفيك فور ذا سيلف انتيجين. زين، فبالنتيجه تروح هذه تطلع تروح للسكندري ليمفويد اورجانز، بينما هذه اللي تعرفت على السيلف تشو انتيجين مباشره راح تنقتل ويصير بها ديليشن اوف ليمفوسايت، يلغوها. زين، يلغوها وتبدي تقتلها الماكروفيج وتنهيها. بس هذه بالنسبه للسنترال تولرانس. نجي على البيريفرال تولرانس. احنا ايش قلنا؟ ستيل البيريفرال تولرانس همينه تنتبه على الليمفوسايت، اذا همينه تعرفت على السيلف تشو انتيجين هم راح تجي الماكروفيج وتاكلها وتخلص منها. تبقى فقط الليمفوسايت اللي تتعرف على الفورين انتيجين، باعوا هذا فورين انتيجين، فالليمفوسايت تعرفت عليه، اوكي؟ راح تبدي يصير بيها ماتوريشن ديفرنشيشن وتبدي تسوي الانواع المختلفه من الليمفوسايت وتفرز سايتوكينز، وبهالحاله راح يكون اكو عندي immune response against foreign antigens. بينما هاي اللي تعرف على self tissue antigen صار بها deletion، جت الماكروفيج واكلتها. So the peripheral tolerance deletion or energy. الانرجي هي عكس الانرجي. الانرجي معناتها واحد عنده طاقه، فايش تسوي؟ تسحب طاقتها. زين، ممكن انه بالحاله السنترال tolerance يا جماعه تقتلها تماما. اوكي، يصير بها فاجوسايتوسس تقتلها. هذه يصير بها انرجي، يعني تقلل من طاقتها، مو الا تقتلها، مو الا تبتلعها، بس تقلل من طاقتها تقولها اوكي في جسوين هذا سيلف تشو انتيجين، لا تشتغلين هنا، تشتغلين على هذا الفورين انتيجين. عرفنا؟ سوري دكتوره، يعني قولي الدكتوره، يعني هو بالتوليرنس لازم الخلايا ما تتعرف على السيلف انتيجين، اكيد. لهذا نسميته، وإذا تعرفت يعني راح تلغي تولرنس، نسميه immunological tolerance، يعني جهاز المناعة يتحمل الأنتيجينات مال جسمي ما يهاجبها، لازم عرفنا؟ يعني ما يتعرف، بينما رح لازم ما يتعرف عليها، تمام؟ أوكي، شكراً. بينما للفورين أنتيجين لازم يتعرف عليها، فهم يصفون الخلايا المناعية خاصة التي لمفوسايت، يبقون فقط التي لمفوسايت اللي تتعرف على الفورين أنتيجين، إذا تعرفت على السيلف تشو انتيجين لا تقتل أو يتوقف الفعالية مالتها، يسوي لها انرجي ايذر ديليشن اور انرجي. ديليشن يعني يلغوها، يعني يقتلوها، انرجي يعني يقللون من طاقتها أو يوقفون عملها، تمام؟ تمام. هسه نجي نعرف شلون تصير التولرنس، قلناها هسه اما كلونال ديليشن، زين، الميكانيزم انه شلون الجسم دائما دا يحافظ على هاي الخلايا اللي ما تتحفز للسيلف تشو انتيجين اللي ما تهاجمه. فعندي طريقتين الجهاز المناعي يسويها، اما كلونال ديليشن يعني معناته الكلون اوف سيل، يعني مجموعه الخلايا اللي طلعت من نتيجه من البرايمري ليمفويد اورجانز، هذول مجموعه الخلايا اللي تتعرف على السيلف شوف التشو انتيجين ايش راح يصير بها؟ كلونال ديليشن او ابوبتوسس، يصير بها بروجرام سيل ديث، تبدي يخطط لها جهاز يعني المناعه، يبدي يخطط لها وتجي الخلايا ماكروفيج وتبدي تقتلها، تهاجمها وتقتلها. هذا ايش شو وقت يصير؟ ديورين ماتوريشن اوف ليمفوسايت، وين؟ بالبرايمري ليمفويد اورجان اللي هي منو؟ الثايموس بالنسبه للتي ليمفوسايت والبون مارو بالنسبه للبي سيل. فمكان الماتوريشن مال تي ليمفوسايت هي الثايموس، مكان الماتوريشن مال بي ليمفوسايت هي البون مارو. فبهالحالة من دا تبدي الخلايا تتشكل وتبدي تصير بروفيشنال وتبدي تريد تطلع من البرايمري ليمفويد اورجان وتنتشر بكل السكندري ليمفويد اورجان، هنا راح يصير الابوبتوسس في حاله اذا كانت الخليه تعرفت على السيلف تشو انتيجين، خليه مناعيه، اذا اقصد بها تي او البي ليمفوسايت. خلاص؟ اذا الاماتشور ليمفوسايت ذات ريكوجنايز
and interact with the self antigen will be deleted by negative selection. إذن أكسن negative selection هي positive selection. ماذا يعني positive selection؟ معناته فقط جهاز المناعة أو هاي الأنسجة اللمفاوية الرئيسية تختار الخلايا اللي ما تعرفت على self tissue antigen فتختارها positively. تمام؟ إذن هاي الطريقة الأولى الميكانيزم الأولى على مود أخلص من الخلايا اللي تسوي مشاكل التي لمفوسايت والبي لمفوسايت. يبقى الكلونال انرجي قلنا هذا عبارة عن functional inactivation without cell death of the self-reactive cells، بمعنى أنه فقط يسوي لها inhibition، ما يقتلوها، يسوي لها inhibition clonal energy. أكو سؤال لحد الآن؟ ماكو سؤال دكتورة؟ قول. يعني إذا سوي لها inhibition يعني إذا بقت راح تتعرف على non-cell؟ لا، راح يظلون يخلون عقلهم وياها. أخاف لا مرت الله تهاجم يعني جزء من الجسم تهاجم أنتيجين، فلذلك دائما يسولها إنرجي. فلذلك أكو بالموضوع اسمها تي سبرسر، هذا يسوي سبرشن، زين يسوي إنهيبيشن للخلايا اللي تسوي مشاكل. تمام، بس خلصنا من الميكانيزم، نجي على الفاكتورز. شنو هي العوامل اللي تأثر على الاندكشن اوف توليرانس؟ احنا قلنا بداية المحاضرة التوليرانس هو يصير بشكل طبيعي اثناء عملية الماتوريشن مال تينوفوسايت من يكون الطفل نيوبورن بداخل الرحم مال امه، اوكي؟ لكن هل اني اقدر اجيب انتيجين وادخل داخل الجسم واقول للمناعة يابا اتحملي خلي يصير عندك توليرانس ضده؟ نعم اقدر، لكن مو كل أنتيجين أقدر أسوي بيها هاي الفعالية. تمام؟ لأن أكو أنتيجينات تكون هايلي أجرسيف من تدخل إلى داخل الجسم مستحيل جهاز المناعة ما يتحفز لها. الأوقات اللي لازم أسوي التولرنس لازم تكون قبل ماتوريشن، بمعنى النيونيت، زين؟ فالإيمونولوجيكال ماتوريتي أوف ذا هوست مهمة جداً على مدى أسوي إندكشن أوف تولرنس، يعني أجيب أنتيجين وأخلي جهاز مناعة يتحمله، خلاص؟ فالإندكشن أوف توليرانس بوقت، شو وقت؟ من يكون الطفل نيونيت، بعده أما تو جاي للدنيا أو بعده. فأدخل أنتيجين داخل شو اسمه، يعني هي تجارب بالنتيجة، فيدخلوه بداخل الطفل ويخلون جهاز المناعة مالته ما يتعرف عليه كفورن أنتيجين، يعتبره كأنه أنتيجين من داخل الجسم. زين؟ طبعًا أحسن من الأدلت اللي هو الإميون سيستم مالته يعني عارف الدنيا وأهلها. فبالنتيجة أني ما أقدر أقول للأدلت تعال تحمل هذا الأنتيجين، في حين أقدر أني أسوي إندكشن أوف توليرانس بالنسبة للنيونيت. بعد الستركتشر والدوز أوف توليراجين، أني مو كل يعني توليراجين أو مو كل أنتيجين أقدر أسوي توليراجين، يعتمد على الستركتشر مالته. أكو مثلا الكومبلكس يعني موليكيولز أنا ما أقدر أسوي لها شو اسمه إميون توليرانس، هذه لسه راح تحفز الإميون سيستم. فإذا أختار سيمبل موليكيولز، زين، لان الكون التوليرانس الاندكشن مالتي اسهل من الكومبلكس 1. بعدين الدوز اللي دا ادخله من هذا التولراجين الى داخل الجسم واخلي جهاز المناعه يصير عنده اميون توليرانس ضده، اما فيري هاي دوزز او فيري لو دوزز. هسه واحد يقول شلون دكتوره، يعني اكو واحد يدخل فيري هاي دوزز للجسم واقول يصير توليرانس؟ اي نعم، بالضبط يتفاجئ جهاز المناعة. وطبعاً نرجع نقول مو كل الأنتيجين أقدر أسوي لها هاي الفعالية، لازم تكون عندي سيمبل، لازم تكون ستركتشر مالتها كلش سيمبل، يلا ذاك الوقت أقدر أشتغل عليها كإندكشن أوف توليرانس. إذن فيري هاي دوزز ممكن تصدم الإميون سيستم، يعني يصفن يقول هاي منين دخل لي هذا الأنتيجين كله، أخاف هذا من جماعتنا، فيسكت ما يصير بي رياكشن. وكذلك الفيري لو دوزز، زين الفيري لو دوزز اشمر له يعني كميات قليله جدا لداخل جهاز المناعه، بالنتيجه راح ما يتحسس له. فباستمرار سمول فريكوينت دوزز سمول فريكوينت دوزز، فلذلك راح يصير عنده توليرانس. اذا هذا هو اللي نقول عليه ستراكشر اند دوز اوف توليرجين. الفاكتور الاخر هو تايب اوف سيلز. احنا ايش قلنا بالبدايه؟ التي لمفوسايت اذا اشتغلت عليها وسويت لها توليرانس هي افضل من البي لمفوسايت، لان هي المحرك الرئيسي لكل المناعه. التي لمفوسايت will take the responsibility to stimulate different immune cells لما يصير بها differentiation and stimulation. ف
فبالنتيجه اني اشتغل على التي لمفوسايت، اسوي لها التولرانس زين، اوجه الانتيجين لها تمام على مود احصل على تولرانس بشكل لونج لاستنج اكثر من البي لمفوسايت. بعدين البرسيستنت اوف تولروجين، هل هذا التولروجين راح يبقى لفترات طويله لو راح يختفي؟ يعني بس مجرد يفوت للجسم شويه يشوف المناعه ويختفي، هذا افضل مما الانتيجين راح يبقى لفترات طويله لا جهاز المناعه بعد ما يتحمله يقول هذا شنو هذا الجسم الغريب. اذا البرسيستنت اوف تولروجين ايضا واحده من الفاكتورز اللي تاثر على الاندكشن اوف تولرانس. هذه هي بالحقيقه الفاكتورز اللي ممكن انه اني اخذها بنظر الاعتبار على مود اقول هذا الانتيجين او التولروجين هل راح يسوي اميون ريسبونس او يسوي اميون تولرانس. فالفيزيكال فورم اوف ذا انتيجين مثل ما قلنا اللارج المولكيول الاجريجيتد مولكيول الكومبلكس مولكيول مستحيل هاي اقدر اسوي لها اندكشن اوف تولرانس، هذه راح رسم بس تدخل الجسم راح تحفز الاميون ريسبونس. في حين السوليبل مولكيولز الاجريجيت فري ما عندها اجريجيشن smaller in size less complex تمام، هذه ايضا الانتيجين اللي ما راح تشوف الانتيجين presenting cells على مدة تقدم للتي لمفوسايت هذا هو ممكن يسوي induction of tolerance. بعدين root of antigen administration زين اذا دخل من subcutaneous او intramuscular لا والله راح يشوف جهاز مناعة فش راح يصير immune response. إذا دخل عن طريق الأورال كافيتي وراح للجاستروانتستينال تراكت أو في بعض الأحيان انترافينوس من يدخل إلى داخل السيركوليشن، فلهذا يا جماعة من أني آكل زين هذا الأكل هم أنتيجين يعتبر، لكن الجاستروانتستينال تراكت عنده أوردر أنه مو كل شيء يدخل إلى داخل الجسم هو أنتيجين تمام. فأني من أدخل التولروجين عن طريق الأورال كافيتي كأنه أنا دا أسوي induction of tolerance مع توفر الشروط اللي قلناها سابقا. بعدين intravenous راح يدخل الدرج أنا مو أخذ أبرة شو اسمه عن طريق الـ IV تمام؟ إذا همين ما راح تتحفز عندي جهاز مناعة، ليش؟ ما هو هذا الدرج همين احتمال يعني يعتبر جسم أنتيجين هم لا، لأن جهاز المناعة clever enough على مود يعرف أنه هذا مو أنتيجين مو ضار تمام؟ فممكن عن هالروتس هذولا أسوي induction of tolerance. بعدين الدوز مثل ما قلنا الأوبتيمال دوز اللي هو لا كلش هواية ولا كلش قليل ممكن يحفز الإميون ريسبونس، في حين الفيري لارج والفيري سمول دوزز مثل ما قلنا قبل شوية favor tolerance. الأيج مال responding animal اللي عندنا على الإكسبرمنتال أنيمال يعني لازم يسوون أول شيء تجارب وبعدين يلا يشتغلون على الهيومن بيج. فالشخص اللي هو old والماتشور immune system عنده لا والله ما أقدر أسوي له immune tolerance، هذا رأساً من أدخل الأنتيجين راح يصير عنده immune response، في حين النيونيت أو النيوبورن اللي توجه على الدنيا هذا يكون immunologically immature فلذلك ممكن أسوي induction of tolerance أفضل. بالنسبة للdifferentiation state of cells الفولي differentiated cell أقصد بها التي لمفوسايت والبي لمفوسايت إذا هي fully differentiated وعندها memory وتعرف كل شو اسمه العائلة مالتها مال الأنتيجين لا والله هاي ما أقدر أسوي لها induction of tolerance، في حين اللي بعدها undifferentiated وتكون إحنا مثل ما قلنا بعدها ما صار بها differentiation وما طالعة من central lymphoid organs ما راح على peripheral لا هاي أقدر أسوي لها induction of tolerance بشكل أسهل وأسرع. أي سؤال يخص التولرانس اسألوني هسه على مود نتحول على الأوتو أميون ديزيز اللي هو البريك داون أوف تولرانس. أكو أي سؤال؟ يعني أنتو 67 واحد ماكو ولا واحد عنده سؤال؟ هسه نجي على الاوتو اميون ديزيز. زين هسه احنا كنا نمدح بالاميون سيستم وقلنا عليه ماكو احسن من عنده وقلنا عليه ما يتعرف على السيلف تشو انتيجين وقلنا يسوي ديسكريميشن بين سيلف اند نون سيلف والفورين انتيجينز تمام. هسه كنا نمدح به لكن في بعض الاحيان يا جماعه الاميون سيستم بالرغم من البيرفكت سيستم اوف بروتكشن اند تشيكس اند بالانسز اللي هي تضمن لي السيلف تولرانس لكن في بعض الاحيان اوكيجنالي ذس سيستم ويل بريك داون خلاص يتيه هذا سيلف انتيجين لو هذا فورين انتيجين
هذا عدو ولا هذا من جماعتي. إذا when the immune system attack the host component, it will cause pathological changes. زين راح يصير تفليش. This situation is called autoimmunity. فلذلك إحنا كل البشر معرضين للautoimmunity كلهم. ليش؟ لأن على غفلة for any reason ممكن اللي هو هذه immune tolerance breakdown. فيبدي جهاز المناعة يهاجم my self tissue antigen. فلذلك تصير الأمراض المناعية يا جماعة. يعني الأرثرايتس، يعني الجلوميرولونفرايتس، مثلاً بوست سيبتوكوكال روماتيك هارت ديزيز. زين هذه كلها عبارة عن أوتو أميون ديزيز. لكن من رحمة رب العالمين إنه هاي ممكن تكون سيلف ليميتنج، ممكن يكون أدها وقت معين ويعني شورت لايف تايم وتنتهي، وممكن لا، ممكن تكون ديبليتيتنج وممكن تؤدي إلى الدث. فبالنتيجة دائما الإنسان لازم يحافظ على جهاز المناعة مالته. الستريس جدا يأثر، الكيميكالز جدا تأثر، الإشعاع جدا يأثر. فلذلك ما ممكن إنه الإنسان ما يدير باله على نفسه وعلى صحته وعلى جهاز المناعة مالته، ويتعرض إلى الإشعاع بشكل اعتيادي، ويروح يشتغل بكيميكالز وما يدير بال زين، ويصير يعصب ويعني ما أعرف شو يسوي. فبالنتيجة هذه ممكن أن تنكسر التولرانس وتؤدي إلى الكونسيكونسز اللي هي ما يحمد عقباها اللي هي الأوتو أميون ديزيزز. So when the immune system attacks the host component, it will cause pathological changes. This situation is called autoimmunity. طبعاً هو من الصوت اللي كانوا اللي خدموني هم صاروا أعدائي اللي هم T والB lymphocyte. خلاص؟ لكن T lymphocyte هي المين، لأن T lymphocyte مثل ما قلت لكم هسه هي اللي تأخذ على عاتقها the regulation of all immune responses, whether the innate immunity or the specific immune response. الشغل الماكروفاجس، الشغل البي لينفوسايت، الشغل الناتشرال كيلر سيلز، الشغل كل الخلايا المناعية اللي بالجسم نتيجة لإفرازها السيتوكينز اللي هي عبارة عن هرمون like substances. قلنا many people experience an autoimmune reactions during their lifetime. ويعني أي واحد معرض. Mostly these, ده أقصد الـ autoimmune disease, are short-lived. يعني تأخذها لفترة معينة وبعدين الحمد لله أنه تروح. أو self-resolving sequelae of infection. بعد ما يصير infection يدخل فد allergen إلى داخل الجسم، يدخل فد pathogen. الـ consequences ما تصير autoimmunity. بس نحكي شلون. لكن في بعض الأحيان وفي بعض الأشخاص تكون هاي reaction is chronic, debilitating and even life-threatening. الـ autoimmune disease will form a spectrum ranging from organ specific، يعني تكون متركز على organ معين والتفليش تكون بهذا الorgan، نسميه organ specific. زين أنه one organ is affected أو systemic، لا وين أكو muscle كل موجودة بكل الجسم muscle، وين أكو مثلا joint وكوما عندنا joint بكل الجسم، وين أكو skin ما هو skin يغطي كل الجسم. فيصير الأوتوأميون ديزيز بهالحالة سيستميك، فالباثولوجي يصير diffused throughout the body. فإذا كان organ specific organ واحد راح يتأثر، إذا كان non organ specific وسيستميك وين أكو عندنا هذه الشيء اللي ديضرب راح يصير بي destruction. يبقى دريد نشوف شنو الإتيولوجي، شنو اللي سبب الأوتوأميونتي، ليش على غفلة يصير. طبعا يعني هم يشتغلون دائما العلماء والاطباء والناس اللي تفتهم يقول اكزاكت الايتيولوجي مال الاوتو اميون ديزيز از نوت نون، يعني ما يعرفوا بالحقيقه ليش ده يصير على غفل يعني. لكن حطوا فد نظريات زين وفد فرضيات انه ممكن تكون واحده من هاي الاسباب هي شلون ده يشجع الاوتو اميونتي. اما بعض احنا الانتيجينات مال الجسم مالتنا قسم من عندها تكون هيدن، يعني ما يشوفها الاميون سيستم. خلاص البرين كل الانتيجينات مال البرين ما تكون اكسبوزد للاميون سيستم. فلذلك اذا مثلا الاي زين هذه من يسوون عمليه مال عدسات مال العين، هذه اذا اي وحده من هاي الانتيجينات التستس مثلا هذه الانتيجينات مالتها ما شايفتها جهاز المناعه هيدن،
لكن الريليز of this antigen as a result of traumatic injury أو surgery، مسوي عملية مثلا بعينه وبعدين شو اسمه صار ربتشر بيها وراحت الانتيجينات للسيركوليشن، بهالحالة جهاز المناعة راح يشوفها، منو تتحفز تي والبي لينفوسايت، تي لينفوسايت شو راح تسوي؟ راح تسوي سايتوكينز، راح تهاجم هذه الانتيجينات فتروح عينه تنعمي عينه. تمام، البرين راح يصير هناك يعني يصير الدستركشن بالبرين. فبالنتيجة أي عملية أي إنجري أي سيرجري هذه الأنتيجينات تبدي تشوفها جهاز المناعة فرح يضبها. وهذه واحدة من النظريات يقول ريليز سيكوستر الأنتيجين، يعني الأنتيجين مكسر زين وريليز من مكانه طلع من مكانه وراح شافتها جهاز المناعة، شاف جهاز المناعة خاصة تي لينفوسايت، فبالنتيجة رح يصير stimulation of an immune response and initiation of autoimmune disease. هذه أول نظرية. زين ثاني نظرية شو تقول؟ تقول إذا ال تي سيل ما أخذت الأنتيجين عن طريق الأنتيجين presenting cells وتحفزت هي بشكل مباشر زين، دخل لها أنتيجين وسواها عصبية ومباشرة تحفزت له، أو مثلا التي لينفوسايت تنطي أوردرات للبي لينفوسايت للسيتوتوكسيك للشسم الناشرة كيلر سيلز للمكروفيج، إذا هذه الخلايا ما سمعت كلام التي لينفوسايت إذا رح يصير أوتوأميون ديزيز. إذا يسموها تي سيل باي باس، يعني ما يديروا الهبال. فالنورمال اميون سيستم شو يتطلب؟ ريكواير اكتيفيشن اوف بي لينفوسايت باي تي لينفوسايت، يعني بي لينفوسايت ما تشتغل اذا مو تي لينفوسايت تعطيها اوردر. تمام، لكن هذه اذا ما سمعت كلام تي لينفوسايت وتحفزت مباشره البي لينفوسايت وفرزت انتي بودي، اذا خلاص هاي اوتو انتي بودي راح تروح لهذا التشو او الاورجن وتبدي تفلش به. فالريكويرمنت اوف تي سيل كان بي باي باست ان رير انستانسز. في بعض الأحيان الانفكشن في certain organisms اللي تعتبر سوبر أنتيجين، هذه مباشرة راح تحفز منه، تحفز البي لينفوسايت على مود يسوي production of antibody، وهاي الانتيبادي وأيضا ممكن تسوي activation للتي لينفوسايت اللي مباشرة هي راح تهاجم مثلا السيتوتوكسيك تي لينفوسايت، تهاجم مباشرة هذا الأنتيجين اللي مع الأسف أنه يشبه واحدة من الأنتيجينات مع الأجسامنا، فبالنتيجة راح يصير عندنا autoimmune disease. مولكيولر ميمكري معناته شنو؟ كروس رياكشن، معناته هذا الانتيجين اللي دخلي من خارج الجسم زين ودخل الى داخل الجسم يشبه واحده من الانتيجينات الموجوده على التشو مالتي، يشبه الانتيجينات الموجوده على مثلا البيسمنت ممبرين مال الكدني. تمام، او يشبه الانتيجينات الموجوده على البرين، او يشبه الانتيجينات الموجوده على الهارت. فبالنتيجه من راح يدخل هذا مثلا ستريبتوكوكس بايوجينز، هذه تسبب الفارنجايتس التهاب بلاعيم عند الاطفال. المشكله مو بس بالبلاعيم، بلاعيم صارت جاهل وانطوا انتي بايوتيك وطب. البكتيريا هاي شو تفرز؟ تفرز سموم اسمها السربتولايسين. هاي السربتولايسين تركيبتها الانتيجينك ستراكشر مالتها يشبه الانتيجينك ستراكشر مال الهارت. تمام؟ فمن راح تشوفه جهاز المناعه ما راح تضربه بسئله، راح تجي تقوم تضرب الهارت. فشو يصير؟ يصير بوست ستريبتوكوكال روماتيك هارت ديزيز. فلهذا يشوفون يصير روماتيز بالقلب، هذول الاطفال يصيرون بلاعيم وهم مناعتهم ضعيفه. ليش؟ هذا اوتو اميون ديزيز، صار عندهم بلاعيم، فرزت البكتيريا السيبتولايسين السموم مالتها، شافتها جهاز المناعه قالت هذا سم، جتي هاجمتها. بس هذا السم يشبه التركيبه مال شغاف القلب اللي هو الطبقة المحيطة بالقلب، فبذلك الأنتيبادي مو فقط راحت على السريبتولاسين، راحت على الهارت وضربته وسوت الروماتيك هارت ديزيز أو فيفر اللي هو بوست ستريبتوكوكال انفكشن. زين في بعض الأحيان واحدة من النظريات إيش قال؟ قال ماكو ريجولاتري تي لينفوسايت. احنا إيش قلنا؟ الريجولاتري تي لينفوسايت تسوي ريجوليشن، يعني من يشوف أكو غلط بالجهاز المناعة راح تسوي له ريجوليشن، راح تفرز له انهبيتري سبستانسز للخلايا اللي موجودة وتثبطها. شلون الانرجي اللي قلنا عليها قبل شوية؟ فإذا كان عندي لاك قليلة هاي التي ريجولاتري أو مثلا اكو ديفكت، فبالنتيجة راح تؤدي إلى الأوتو أميون ديزيز. في بعض الأحيان يصير سايتوكين امبالانس، يعني شنو؟ يعني التي لينفوسايت من يصير بيها
اكتيفيشن راح تبدي تفرز كميات كبيره من السيتوكينز اللي هي قلنا عليها الهرمون لايك سبستانسز اللي شغل بقيه الخلايا المناعيه. يصير البرودكشن بكميات كلش كبيره، تمام؟ فهذا يسموه سيتوكين امبلانس. فبهالحاله راح يصير عباره عن كرونيك انفلاميشن، وهذا الكرونيك انفلاميشن ممكن يؤدي الى تيشو ديستركشن والاوتو اميون ديزيز. النظريه الاخرى تقول اكو هرمون ديستربنس خاصه عند النساء. راح تشوفون دائما النساء يصير عندهم مثلا باتشز هيجي حمر على الجلد، وهذا عباره عن اوتو اميون ديزيز اسمه سيستميك لوبوس اريثماتوسس او الاس ال اي. هذا افكت ومن 10 تايمز مور ذان مان، هو ايضا اوتو اميون ديزيز. انتيبوديز راح تبدي تضرب هاي الخلايا اللي موجوده بالسكن، وتبدي مو فقط السكن انما تروح على الكدني على الليفر وتفلش بيها، هو عباره عن اوتو اميون ديزيز. او البيشنت عنده جينيتيك ديفكت، جينيتيك ديس اوردر، زين، فتبدي تخربط الخلايا المناعيه، ونتيجه هاي الخربطه راح يصير عندي الاوتو اميون ديزيز. فهي هي الثيوريز اللي قد تؤدي الى الاوتو اميون ديزيز اللي خلوها الناس اللي درست. زين، اذا شنو هي الافكت اوف اوتو اميونيتي؟ اذا صار اوتو اميونيتي وصار breaking down للإميون تولرانس، شنو الإفكت؟ يعني أكو غير الأوتو إميون ديزيز ودستركشن ومشاكل كبيرة؟ إذن أما يصير تشو دستركشن، وهذا يصير في حالة الديابيتس جماعة السكر، سيتوتوكسيك تي لمفوسايت راح تتحفز، تمام؟ وراح تضرب لي البيتا سيلز اللي هي تسوي الإنسولين، إنسولين producing بيتا سيلز. تيجي سيت التي لمفوسايت سيتوكسيك خاصة وتضربها تهاجمها، فلذلك البيشنت بعد ما عنده انسولين، تمام، راح تضرب البي سيل السيتوكسيك تي لمفوسايت تفلشها، بعد ما كو انسولين فيصير عند البيشنت ديابيتس. هذا عبارة عن اوتو اميون ديزيز. ايضا الانتيبادي في بعض الاحيان اللي تنتجها البي لمفوسايت شو تسوي؟ تسوي بلوكينج للنورمال فانكشن مال التشو او مال الاورجن. شلون؟ في حالة المايسينيا جريفز هذا شنو؟ هذا تبدي الانتيبوديز ترتبط بالاسيتيلين كولين ريسبتورز، بالاسيتيل كولين ريسبتورز، وتمنع الاعازات العصبيه ان توصل للعضلات، فلذلك ايش يصير؟ كانه مشلول البيشنت، يسموه مايسينيا جريفز. هم صوتش الاوتو انتيبوديز. جتي بي لمفوسايت بلا شو اسمه مقدمات، جتي فرزت الانتيبوديز، تمام؟ هذه الانتيبودي جتي سويت بايندينج للريسبتورات اللي هي الاسيتيل كولين اللي هي تستلم الاعازات العصبيه على مود تحرك العضله. فبالنتيجه صار عند البيشنت اوتو اميون ديزيز اور مايسينيا جريفز. او الانتيبوديز هم من الانتيبوديز ممكن تسوي ستيميليشن للان ابروبريت فانكشن مثلا تشو او مثلا اورجن اللي هو مثلا ثايرويد. الثايرويد يصير في بعض الاحيان الجريفز ديزيز اللي هو الثايروتوكسيكوسيس. ليش؟ الانتيبوديز راح تجي تسوي بايندينج، بدنا نحكي اوتو انتيبوديز، بدنا نحكي انتيبوديز مضره مو هي الطبيعيه. جت الاوتو انتيبوديز جت سوت بايندينج على الريسبتورات مال الثايرويد ستيميليتنج هرمون. زين، ما هاي الخليه اللي تفرز الثايرويد هي اذا قعد على الريسبتور مالتها هذا الانتيبودي خلاص راح تبدي تفرز الثايرويد بكميات كلش كبيره، فشي يصير ثايروتوكسيكوسيس. زين، فلذلك يصير عند البيشنت جريفز ديزيز اللي هو يموته، تمام؟ فنتيجة لوجود الثايرويد ستيميليتنج هرمون قعدت الريسبتر، قعدت هاي الانتيبادي على الريسبترات، وبالنتيجة راح يبدي تفرز الثايرويد بكميات كبيرة ويصير الجريفز ديزيز. زين، انتيجين انتيبادي كومبلكسز في بعض الأحيان شو تسوي؟ في بعض الأحيان الاي جي جي انتيبادي بالروماتويد ارثرايتس يا جماعة، لذلك ينطون دائما انتي اي جي جي انتيبادي. ليش؟ ما هو اذا تكون الاي جي جي وهمينا اوتو اميون ديزيز، وهمينا اوتو انتيبادي، على غفله بدا يشوف المفاصل كانه هي جسم غريب. انفرز الاي جي جي من البي لمفوسايت. اجى ارتبط بهذه الانتيجين اللي موجود على المفصل. وبقى مكانه. ما راح يصيح الكومبلمنت. بهالحاله راح تجي البي لمفوسايت اللي هي العدله ما بها شيء، تجي تشوف هذا الكومبلكس شنو موضوعه؟ تبدا تفرز الاي جي ام انتيبادي. فتعتبر الاي جي جي هو عباره عن فورين انتيجين، وتبدي تضربه وتتفلش المفاصل فيصير روماتويد ارثرايتس. فاذا هذا ايضا اوتو اميون ديزيز. اذا انتيجين انتيبادي كومبلكسز بالروماتويد ارثرايتس لاي جي ام سبيسيفيك فور اي جي جي انتيبادي ليد تو ذا ديبوزيشن اوف اي جي ام اي جي جي كومبلكسز ان ذا جوينت
and cause inflammation. من اكو اي جي جي واي جي ام، من اكو الجوينت لازقه هي بي، معناته راح يصيح الكومبلمنت، الكومبلمنت يجي يصيح الليمفوسايت المونوسايت البوليمورفونيكلير لوكوسايت وتجي تفلش المفصل. إذا ردنا نسوي كلاسيفيكيشن للأوتو أميونيتي، فإحنا عندنا إما أورجان سبيسيفيك وعندنا نون أورجان سبيسيفيك. تمام؟ الأورجان سبيسيفيك أوتو أميون ديزيز، هذا معناته الإميون ريسبونس دايركتد أجينست أنتيجين اللي هو أسوشيتد وذ تارجت أورجان، مثل ما قلنا الدايابيتس، ميليتس، السيلياك ديزيز، هذول جماعة الحساسية والحنطة، يعتبرون الحنطة، الجسم يعتبر الحنطة هي عبارة عن أنتيجين، فيكون لنا أنتيبادي. هذه الأنتيجين أنتيبادي تصير كومبلكسز، راح تلزق على جدار الأمعاء، يجي الـ IgM تفرز الـ بي لمفوسايت وتبدأ عملية التفليش، فلذلك يصير عندهم سيليك ديزيز. الثايرويدايتس اللي هسه شرحناها أيضا، هاي كلها عبارة عن أورجان سبيسيفيك. ليش؟ لأن الديستركشن راح يصير بأورجان واحد، بينما بالسيستمك لا، هاي الأوتو أنتيباديز راح تنتشر بكل أنحاء الجسم، لأن هي سبجكتد للأنتيجين اللي موجود بكل أنحاء الجسم، للمصل يعني كل الجسم بمصل، للسكن، السكن يغطي كل الجسم، للجوينتس موجود الجوينت بكل أنحاء الجسم، لذلك يعتبروا سيستميك أو نون أورجان سبيسيفيك أوتو أميون ديزيز. مثال عليها الاس ال اي، الشوغرين سيندروم راح تضرب شكو ساليفري جلاند موجودة، وكذلك الروماتويد أرثرايتس اللي هسه شرحنا عليه. هذا الجدول ما مطلوب من عندكم، لكن يعني دا يستعرض لكم الديزيز اللي هي قد تكون سيلف اورجان سبيسيفيك او سيستميك اوتو اميون ديزيزز، بها انواع مختلفه. اكيد انتم طبعا اعتيادي راح تقروها وراح تكتلوا نفسكم بها، بس يعني لا شوي على كيفكم، خلي يصير عندكم داون ريجوليشن وسبريشن، لان ما مطلوب من عندكم. الى هنا احنا خلصنا المحاضره. اي سؤال؟ انا حاضره. أي سؤال يخص المحاضرة السابقة أمينة أنا حاضرة. إن شاء الله أنزل لكم شو اسمه المحاضرة أمينة على الكلاس روم مثل ما نزلت لكم إياها الظهر المحاضرة السابقة، وأنا حاضرة لأي سؤال. دكتورة؟ نعم. أنا عندي سؤال. يلا. كلام البي سيل، إحنا كنا قلنا المضافات يعني لحد الآن اللي إحنا ماخذيها شنو؟ إنه خلايا البي سيل بعدين تتحول إلى بلازما سيل بس إنه تنتج الأنتيبادي. صح. أوكي، وبعد شنو أخذنا من الوظائف؟ إنه الأي بي سي اللي هي الأنتيجين بريزنتنج سيلز. نعم. لأن العديد من الخلايا إنها قدرة على إنه تقطع الفورين بادي. نعم. وتقدمها للتي سيل. من ضمن المكونات هي خلايا البي سيل. صح. أكو وظائف بعد أخرى للبي سيل؟ البي سيل لا، هي تفرز الانتيبادي بعيني، هي تفرز الانتيبادي، هذا هي المهمة الرئيسية مالتها. صح، تتحول الى بلازما سيل، يصير بها اكتيفيشن، تتحول الى بلازما سيل، والبلازما سيل تبدي تفرز الانتيباديز. تمام، بس هاي الانتيباديز اللي تفرزها مختلفة حسب السيجنال، حسب السايتوكين اللي اجاها من التي لمفوسايت وقالها يابا ترى الجسم يحتاج اي جي جي، فرزت اي جي جي. الجسم يحتاج اي جي اي بالهايبر سنسيتيفيتي رياكشن مثلا شفتوا تايب 1، فرزت اي جي اي، وهكذا. الشغله الثانيه تصير كانتيجين بريزنتنج سيلز. باي، هي يفترض الدندريتك سيلز اللي هي اللي عندها اذرع مثل الماكروفاج مثل الاميبا، هذه هي اللي تقدم الانتيجين للتي لمفوسايت. صح، لكن اكو تعاون بين الخلايا المناعيه، في بعض الاحيان انتيجين بريزنتنج سيلز ما تلحق، فشو تقوم تسوي؟ البي لمفوسايت تشتغل انتيجين بريزنتنج سيلز، الماكروفاج تشتغل انتيجين بريزنتنج سيلز. تمام، على مود شنو؟ على مود تحفز التي لمفوسايت. ليش؟ لان التي لمفوسايت will take the responsibility to stimulate all the immune cells and immune responses in the body. دكتور تمام، انا سألت هذا السؤال انه بالعاده بالمصادر اللي يكتبون وباللكتشرات مال باثو او مال مايكرو يكون بيسال بدون ما يكونون مور سبيسيفيك، يعني انه بس يكون بيسال. فانا ليش سألت هذا السؤال؟ حتى اتاكد انه هذا المصطلح اللي يقولون بيسال قصدهم يعني لازم انه هو البلازما سيل تنطي الانتي بادي. صح، ما هي البي سيل من تتحفز، من يصير بها ستيميوليشن تتحول الى بلازما سيلز.
تمام، واللي هي الشيء الإضافي هو مال الاي بي سي. بالضبط، كتشتغل كانتيجين بريزنتنج سيلز، من نشوف انه الانتيجين بريزنتنج سيلز مدى تلحق، تمام، فهي تقوم تساعدها، بالاضافه الى الماكروفيج هم تشتغل كانتيجين بريزنتنج سيلز. تمام دكتورة، عاشت ايدي، شكرا جزيلا. اوكي، بعد اكو اي سؤال؟ زين، انا هسه راح انزل لكم الرابط مال الحضور، سجلوا حضوركم لان عندنا بعد وقت. نزل، شفتوا يا شباب؟ بعد ما نعدل ارسال. اوكي يلا ارسلته، تقولوا لي ما وصل. اهو هسه شو نسوي بك حاله؟ دكتورة نقدر انه يعني نسجل اسمنا بالشات مال الميت وتاخذي سكرينات، يهمنا انه طريقة تسجيل حضور اذا ما صار. ميبي بس راح ارسله، اسمحي لي بس شوفوا لي ارسل ولا لا. والله يعني اذا ادز ليش ما يندز؟ اي دونت نو، لانه ده تنفر. زين، هذا رئيسي هي تعبت عيني. شو هذا تمطر؟ تمطر؟ شو العلاقة الرابط بالمطر؟ زين والله يعني أنا دا أرسله بس بدي أرسل ما أعرف ليش. اسمحوا لي هي نسخ. أوكي تم النسخ وبعد ذلك شوفوا لي بلكت يا ربي نزل. شفتوه لو لا؟ دكتورة ماكو. إذا شو أسوي لكم أنا بيجي حالة؟ بكل بساطة سجل اسمه أنا بالشات. يلا سجل everyone. ها يا الله دقولوا ما وصل. يلا سجلوا اسماءكم بالشات. زين اصبروا لي هسه اجي.